ممكن نفتح المجال للأسئلة. خلاص؟ يبقى بس الأساس اللي فاهمين أن هذه السنن الإلهية هي قيم إنسانية اللي هياخد بيها سيحقق مقاصد الشريعة اللي تجعله ينجح في النهاية حتى لو كان مش مسلم. تفضلي. كيف نستطيع أن نرد على من يعلل الواقع بنظرية المؤامرة بأننا حتى ممتاز. لو يعني ممتاز. بصي حضرتك بصي حضرتك اللي يظن ان العالم ليس فيه مؤامرات يبقى ساذج، لان هناك في كل دوله من الدول جهاز يعطى اكبر ميزانيه شغلته التآمر اسمه المخابرات، فهناك مؤامرات ده بالتاكيد، ولكن انا علي ان اخذ بالاسباب والا الدغ من جحر مرتين، وان انا لست بالخب والخب لا يخدعني. من قال ان انا اكون غير ذكي؟ يعني هذه مساله مهمه. اذا هناك مؤامرات هذا بالتاكيد بالتأكيد، ولكن أيضا لا أكون فريسة للمؤامرة باستمرار وأصبح أنا ألدغ من نفس الجحر مرتين، لكن هناك مؤامرة. هذا شيء أكيد. مين عايز يتكلم ده؟ هناك مش تخس معانا على فكرة، كل أخ من دول بـ80 كالوري. السلام عليكم. هل الدولة أو مؤسسات المدنية مسؤولة عن تقويم وتصحيح قيم الناس؟ لا، انا يعني في وجهه نظري، وانا اقل من ان اجيب على سؤال زي كده في وجه الدكتور علي طبعا، والدوله مسؤوله على ترك المجال حرا للافكار تتصارع، واذا احنا منعنا الافكار الباطله بالقوه فنحن وكاننا نخون الحق، لان الحق لا يحتاج إلى منع الباطل بالقوة. الحق إذا ترك حرا يتصارع مع الأفكار الباطلة سيهزمها. ما هذا كلام. لا أقولك على حاجة، يعني في مذهب من المذاهب أصحابه بيعملوا لنشره بشكل كبير، وهذا المذهب مذهب منحرف يعني. لكن لما جيت درست المسألة دي عشان نشوف زي نواجه الموضوع ده، لقيت ان احنا واقعين فيما هو اسوأ منه. من ناحية النظرية احنا سليم جدا، من ناحية العملية واقعين في الاسوأ. مثلا هذا المذهب من الخلافات الاساسية عندنا بيننا وبينهم العصمة. هم يروا ان العصمة في آل بيت محمد وفي الائمة عندهم المعصومين. هذا لانهم اخترعوا اشياء يريدوا ان يحموها، فقال لك ما تقدرش تتكلم، ده الامام الباقر قال لك كده، تفتح بقك خلاص. احنا عندنا في المذهب اهل السنه والجماعه من هو المعصوم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من ناحيه النظريه، أما من ناحيه العمليه عندك مئات المعصومين. هذه مشكله. من ناحيه العمليه واقعين في الأسوأ. تيجي تتكلم ده الامام فلان فلان قال، الامام بن مش عارف ايه قال، الباقي مش عارف ايه قال، مش عارف تتكلم، مش عارف تجتهد، لانه اصبح عندنا معصومين. ما دام الفلان الشيخ الفلاني قال يبقى لا يمكن يكون غلط. لما احنا نصحح نفسنا، وفي فروق اخرى مش عايز اتكلم فيها الحقيقه، مقصود اصلا ما اتكلمش فيها، لكن اذا احنا صححنا نفسنا والله هذه المذاهب المنحرفه لن تقف على قدمين اصلا، هشه. لكن مشكلتنا فينا احنا. لذلك انا ردا عليك، انا ارى ان الدوله يجب ان تترك الافكار تتصارع والعقائد تتعامل مع بعضها، ولن يظهر إلا الحق. الأخت هناك. السلام عليكم دكتور. إيش الحلول المقترحة لمشكلة أنه منظومة التعامل مع هذه القيم لدينا إحنا هذا الموروث؟ كيف أحل هاي المشكلة المجتمعية؟ أول حاجة يكون عندنا العزيمة. بص حضرتك، عندك العزيمة أنك تغيري، عندك القدرة انك تفهمي ان الاسلام ثورة على التقاليد البالية. قالوا انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم مقتدون، وفي اية اخرى وانا على اثارهم مهتدون. الاسلام يجي يصح هذا الكلام على طول؟ او لو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون؟ فاذا لابد ان انا اكون عندي اول حاجة العزيمة اني اغير، نمرة اثنين أفهم أني سأثور على التقاليد التي تخالف الشرع، حتى لو كان أبويا وجدي اللي علموهاني. ما أنا أبويا وجدي اللي قال لي نفسي أشوفك حافظ القرآن، عمره ما قال لي تفهم القرآن،
ولا تتدبر القرآن. هو 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 خلفيته كده كان مركز ان هو القرآن كتاب للحفظ ليحفظ، مش ليتم فهمه ولا تدبره ولا تطبيقه. انا لازم افهم طول ما انا عمال اقدس كلام ابويا وجدي انا في مشكله. ما بقولش حاجه كتر خيرهم، يعني كتر خيرهم قالوا لي قران اصلا، لكن مش معنى كده ان كل ما تعلمناه من هذه الاجيال كان صحيحا. لابد دايما يضحك. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ان الله يبعث على راس كل 100 عام من يجدد هذا الدين. يعني يجدد؟ يغيره يعني؟ لا، التجديد هو إعادة الشيء إلى أصله كيوم ما بدأ. فقلت لك أنا جددت السيارة يعني رجعتها زي يوم جبتها، لكن لو أنا غيرت فيها اللون أقول لك أنا غيرت لون السيارة. فالتجديد ليس تغيير، بالعكس التجديد يعني أشد وأرجعه أجلي الدين مما علق به من آراء الناس الخاطئة. خلاص ماشي. اتفضل. السلام عليكم. عليكم بركاته. بس دكتور تعقيبا على موضوع الحرية في الدولة، نعم، وتعطى لمن، يعني اعتقد كلامك جميل، ولكنه يمكن في ظل الظروف اللي بنشوفها يكون مثالي جدا. يعني الان اذا احنا بدنا نفترض انه يعطى الحق، تعطى الحرية للجميع، الباطل والحق، يمكن الثمن غالي جدا حيكون. هل انا اعتقد انه ممكن هذا الاشي يصير لو كان الحق في ايد الدولة اصلا، لو كانت الدولة، لو كان عندنا دولة اصلا دولة حق، وقتها بنقول بنعطي المجال للجميع والجميع يتصارع. اما الان احنا هذا الكلام يعني كيف بده يتطبق؟ حضرتك رديتي على نفسك، انت رديت على نفسك ولا انت حسيتي بيها؟ لا ده كم ده لو انا عندي دولة اصلا على الحق، عندي دولة اصلا محكمة شرع الله. في الحالة دي مش تدي الحق في ممارسة أي شيء حرام، لا، لكن تعطي الحق في حرية التعبير. اللي عايز يدعو لشيء يدعو له عشان نرد عليه ونهزمه في ميدان الكلام. حتى إن خلي بالك مثلا النهاردة أنت فاهم أن الواقع الموجود مش واقع بتاع أنك تمنع أي حاجة خالص. النهاردة الواحد بيكح بيتعرف في أستراليا أني كحيت في نفس الثانية، صح ولا لا؟ ما فيش حد يقدر يمنع شيء خلاص. إذن هناك حرية تعبير، الإسلام سيعطي حرية التعبير، ولكن في نفس الوقت عشان أواجه أنا الأفكار المنحرفة، لكن ليس مع ذلك حرية ممارسة الحرام أو الخطأ، لا طبعا. طيب السلام عليكم. هي بنفس المجال بس أنا بدي أحكي عن الحرية، حرية التصارع الفكري ضمن الأسرة أصلا. يعني أنا بحس أنه هذا حق محرومين منه حتى ضمن الأسرة قبل ما تكون في الدولة. فما من هون من هذا المنبر يعني هقول لحضرتك حاجة. أنا من الكتب اللي استفدت منها جدا كتاب اسمه هكذا رباني جدي علي الطنطاوي بتاع الأخت عابدة العظم، وجابت قد إيه الشيخ علي الطنطاوي كان مربي ماهر عن طريق التربية الإيجابية. فبتقول كنا أطفال كان يجيبنا كلنا أحفاده ويجيب ورقة وقلم يقول يلا يا أولاد انتقدوا جده، قولوا جده عيوبه إيه، يلا واحد. إيه ده إحنا نقول عيوب جده؟ أيوة قولوا عيوبي أنا عايز أجدها عشان أصححها. فتربوا كلهم على تقبل النقد، إنما العكس بقى اللي هو إيه، اتربى على إنه بابا ما ينفعش حد يقول له كده غلط، بابا ما ينفعش يقول له ده، هو برضو انا عمال ايجو بقى. فكل واحد فينا عايز يعمل بابا على اللي تحته وعايز فهذه مسألة يجب ان داخل الأسرة يكون هناك مجال للمزاح ومجال للكلام ولمناقشة كل شيء. وفي نفس الوقت ايضا الاباء والامهات لازم ان يفهموا شوية وسائل التربية. عادة الأولاد بيحاولوا إن هم يطلعوا عكس الآباء والأمهات، فنجد كتير جدا إن الناس المتدينة ولادهم طالعين يقول لك ده ابنه بايظ خالص، هو مش لأنه هو متدين إنه حاول يدفع ابنه للتدين بالقوة. غلط غلط. فيعني هي مسألة محتاجة فهم لوسائل التربية زي، لكن المفروض داخل الأسرة يكون في مجال، يكون في مجلس للأسرة مفتوح فيه الكلام في كل شيء. ده راجل أخونا في قدام هنا عشان ما يستحلون البنات. شوف أنا بعمل كده بقول قدام هنا كده، بص بعمل ازاي؟ ده غلط.
الله عليه وسلم كان إذا أشار أشار براحة يده، مش كده كده. في أسرة هذا حديث عن أنا أسمع شيء اللي رواه هند ابن أبي هالة. هند ابن، هند بنت المفروض، لا هو هند ابن، وأبوه أبو هالة، وهالة ولد بيض برضه، وبيشرحوا البادي لانجوج بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. مين دول بقى؟ ولاد أبو هالة زوج السيدة خديجة الأول قبل النبي صلى الله عليه وسلم، عاشوا مع النبي فشرحوا لنا البادي لانجوج بتاعه. يلا عم على جنب كده. طيب. أنا في الظاهرة شفتها في أسرة أب مربي ولاده على الديمقراطية، فيدخنوا الشيشة قدامه لما إنه ديمقراطي مع أولاده. ديمقراطية؟ اسمها ديمقراطية؟ أوكي. لما واحد من الأخوة ينتقد أبوه اللي ينتقد فكرة معينة، باقي هو وإخواته اسكت قلة أدب اللي عم تساوي. تفسيرك ولا أقول لك على حاجة. أبويا الله يرحمه قال لي لو حبيت تشرب سجاير قل لي وأنا هجيبها لك، ما تشربهاش من ورايا. يبقى هو كان فارق معاه ايه؟ اني ما خبيش عليه حاجه خالص. ماشي. ودي اهم شيء، ان علاقتك بابنك تبقى علاقه صداقه، يعني لو خاف منك هيخبي عليك اشياء غلط. اعرف واحد ابنه في ثانويه عامه، فجي كده قبل الامتحانات باربع شهور ولا حاجه قال له ايه اخبار المذاكره، هو الراجل ده راجل تربوي يعني. فابنه قال له والله مش مبسوط يعني، مش قوي، مش كويس. الراجل كان هيغلي بعد بص كده فصل. الطبيعي ان الولد يطمن يقول له ايه؟ اطمن، او يكذب ويقول له كله تمام. لكن عشان يقول له مش كويس، يعني هو نظر لابوه نظره الصديق اللي مش خايف منه اطلاقا، فبيفتح قلبه. هذا ليس معناه ان الولاد يدخلوا شيش قدام ابوه، المفروض ولا وراه ولا قدامه. لكن الجيد هنا الايجابي اللي انا شايفه ان هو مش خايفين منه، وان هو عارف. بس المهم هو بيقوم بدوره الدعوي التربوي بتفهمهم ان التدخين حرام اصلا ولا لا، ولو حرام حرام ليه، وايه مشكله التدخين. تعرف مشكله التدخين الاساسيه مش انه بيضر، على فكره لما تقف شويه في اشاره من اشارات بلد من بلادنا يجي لك سرطان اكتر من لو شربت علبتين سجاير، عشان تبقى عارف يعني، ربنا يبعد عنكم سرطان. لكن انا بقوله الخطوره في الادمان. الانسان لما يدمن شيء بيصبح عبد. تعال اتفرج، عندنا في انجلترا عشان خاطر ممنوع ان حد يدخن جوه بيته، جوه الشقه بتاعته، العماره كلها بتشم. فتلاقي في عز المطر طالع واحد في المطره واقف عشان اللفافه البيضه الصغيره دي مستعبداه، يطلع في المطر يدخن. او في عز الحر بدل ما يبقى في التكييف جوه يطلع في الحر في الشمس عشان يدخن، يبقى هذه اللفافه استعبدته. لذلك جدا الله يرحمه كان يقول لي ما تدمنش اي حاجه سواء مضره صحيحين او لا، ما تدمنش قراءه الجريده في الصباح. اذا اتمنع عنك هذه العاده اي عاده تستعبدك. ما تدمنش شرب القهوه، ما تدمنش شرب الشاي، يوم تشرب شاي الصبح، يوم قهوه، يوم عصير، يوم ما تشربش، فتصبح حر نفسك، ما تتجعلش عاده واحده تستعبدك. المهم الخلاصه ان انا بصيت على الشيء الايجابي، هو ان الرجل علاقته باولاده ما فيش فيها خوف. لكن اهم من دوا هل هو يقوم بدوره التربوي ولا لا، هو ده المهم. اخونا نمشي بالنظام، فاضل لنا وقت قد ايه؟ باقي لنا 3-4 دقائق. سؤال للشباب وسؤال للبنات. طيب ماشي اوكي تفضل. حاضر فهم. هو عفوا مش سؤال ولكن بس تعقيب، لان دكتور سريع عشان سريع جدا الاخ ذكر نقطه مهمه جدا، وهي انه يعني في وقت الحوار يمنع الابن من يرد على ابوه. فهنا في خلل في المفهوم، مش قضيه ان هي ديمقراطيه باتجاه الارجيله، ولكن في خلل في مفهوم القيمه في حد ذاتها. يعني انه الحرام مباح لانه مش لان من باب الحريه ومن باب الصداقه بين الاب والابن، بينما ما يجب ان يكون مباحا وهو الحوار ما بين الابن وبين الاب هو ما ينظر له على اساس انه هو مساله خاطئه. فهنا في تقديري ان هي مساله خاطئه في القيمه في حد ذاتها يعني. جزاك الله خير. الاخت هناك ناولوها يا جماعه الميكروفون. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخوكم سنان الأحمد. أهلا وسهلا. الله يسلمك. دكتور يعني أو أستاذي يعني أنا أرى أنك كنا في محاضرتك كأنك تقودنا إلى أن نكون قادة. وطبعا هذا يعني شرف للجميع الحضور أن يستشعر هذه القيم التي يتلقاها منك في هذه الساعة. ولكن كما قال الشيخ أحمد ياسين رحمة الله عليه أن هذا الشارع وهي الأمة الإسلامية لابد أن يكون فيها أحد سواء كان سيء أو إيجابي الناس ترسير خلفها. فكيف يجد الإنسان نفسه حقيقة قائدا أمام هذا الكلام الذي تقول الآن؟ يعني هل كل تغيير في شخصي سيناسب الأمة أم هناك أمور معينة أنا لابد أن أحرص عليها حتى أستطيع قيادة هذه الأمة؟ جزاكم الله خيرا. شوف حضرتك أنا لا أدعوكم تكونوا قادة وأنا ضد إن إنسان يصدر نفسه للقيادة، هذا أخطر شيء. والإنسان ممكن يصير قائد لما ما يحاولش إنه يبقى قائد، فأخطر شيء إنسان يصدر نفسه لهذا. لكن في نفس الوقت أيضا ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. الإنسان يصلح نفسه بما اللي أنا اتكلمت عنه ده مسألة عقائدية على فكرة، مسألة السنن الإلهية هذه ماشي، وبالصبر وبعد كده ربنا ممكن يصدره إنه هو يقود إذا كان عنده الملكات بتاعة القيادة. هذا نصيحة يعني، لأن أنا لا أنصح الناس إنها تسعى إنها تبقى قادة، أنا ضد هذه المدرسة الحية. فضل أخونا من الجزائر من عنابة بلد سانت أوغستين. بارك الله فيك. السلام عليكم أستاذ. تفضل. من منطلق هذه القيم يا أستاذ، كيف نرسخ عمليا هذه القيم في أنفسنا عمليا؟ تفضل. شوف حاجة، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. يبقى أنا عرفت هذه القيم من الناحية النظرية، انظر في نفسك ما هي عيوبك. عيوبي إيه عشان أصلحها؟ عيوبك بتعرفها في لسان عدوك، يعني واحد انا ماشي في الشارع واحد قال لي ده انت جبان، مش انت اللي جبان وستين جبان يا كذا، لا 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 خالص خالص اصبر، قال لك يا جبان. طب ما يمكن عنده حق، ما يمكن انا فعلا جبان، ده انت انسان بخيل ما تنفعلش، ما يمكن انا فعلا بخيل. ابحث عن عيوبك، نقد الذات زي ما قلنا كده. هو المسألة اللي عند المسيحيين قلنا الخطيئة الاصلية ان ادم اكل من الشجرة المحرمة. طب ما احنا عندنا نواكل من الشجره المحرمه فعلا، لكن احنا متعلم منها ايه؟ اول درس في التاريخ. وخلي بالك اذا فهمت قصه ادم والشيطان وقصه حواء والشيطان انت تفهم قصتك انت مع الشيطان هي بالظبط. لك هذا قصص تاسيسي يؤسس حياه الانسان. من ضمن بقى المساله دي اول درس خده ادم ايه هنا؟ ادم غلط هو وحواء، اتزنق مش عارف يعمل ايه. ما هو ربنا علمه اشياء وفي اشياء ما علمهالوش إلا في وقتها، منها التوبة. فاتزنق مش عارف يعمل إيه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إيه هي الكلمات دي؟ يتوب إزاي؟ يجيب سبحة بعداد ويقول استغفر الله 5000 مرة؟ لا، قال يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. يبقى الاعتراف بالذنب اللي احنا بنسميه في انجلترا السلف كريتيسيزم، نقد الذات. مش لما حد يجي ينقدك تنفعل عليه، ده بيخدمك. ايه كمان؟ اعرف زي عيوبي في لسان صديقك. المؤمن مرآة اخيه، يعني ايه؟ انت بتشوف ايه في المرايه؟ نفسك؟ لا، عايز تشوف نفسك بص في صوره، شيل كده صوره ليك وبص فيها كل واحد بتشوف نفسك. انت بتبص في المرايه عشان تشوف عيوبك وتبدأ تصلح العيوب اللي ينفع تتصلح، أو ما العيوب اللي ينفع تتصلح تتصلح وتبقى العيوب التي لا يمكن إصلاحها بتنصرف. يبقى المؤمن مرآة أخيه، يوري أخوه عيوبه، نتناصح. فإذا يجب أن أنت عشان ترسخ القيم تبحث عن عيوبك أولا والقيم موجودة عندك وتبدأ تجاهد نفسك بقى. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. تبدأ تجاهد نفسك وتروض النفس، رياضة النفس هي الطريقة اللي تقدر ترسخ بيها هذا. عموما أنا أعتقد أن كده الوقت أزف أن أنا أنهي، مش كده برضو؟ تعليق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل على رسول الله. تعليقي على هذه المحاضرة القيمة جزاه الله خير أستاذنا المهندس فاضل، في نقاط. الأولى ما يتعلق
القيم وتمثلها في الأمة الإسلامية وأنها ليست أزمة. طبعا بعض المفكرين ألفوا كتب كثيرة سموا الموضوع هو أزمة الأمة في القيم. المهندس هو تجاوز هذا ليقول أن القيم موجودة، القضية في التفعيل، القضية في التطبيق. أتذكر في هذا المقام قصة للأستاذ محمد أحمد الراشد، كان في دولة عربية مسؤولا للشؤون الدينية، فقبض عليه وأودع السجن فترة، وكان السجن يعني مؤذي له بحكم العمر. فقال له ضابط المخابرات: نحن قبضنا عليك لاتهامك بالتهمة المألوفة المعروفة، يعني إرهاب وتطرف وكذا. فقال لهم الشيخ: آخر كتاب ألفته عنوانه تقرير ميداني، المقصود به أنه أنا أنظر إلى حال الدعاء وأكتب عنهم تقريرا. فطلب الدعاء مثلا يقول لهم: كل واحد لازم يحمل منديل في جيبه حتى إذا عطس لا يؤذي برذاذه الطرف الآخر. إذا ذهبت إلى المسجد، هذا كلام يا أخواننا من 30 سنة تقريبا، 20 سنة يعني، فإذا ذهبت إلى المسجد ضع أكرمك الله الحذاء في مكانه، وإذا خرجت من المسجد لا تأخذ الحذاء فترميه على الأرض أن يصدر صوتا، فالصوت هذا يزعج الطرف الآخر المصلي، فأنت احني ظهرك ونزل الحذاء. وأمر آخر أيضا أن يصدر غبار، والغبار هذا يؤذي الطرف الآخر، فأنت نزولك وتحني ظهرك لهذا. فقال له الضابط المخابرات للشيخ: لا تكمل يا شيخ، هل تظن أننا سجناك لغير هذا؟ بمعنى وانت هذا الرقي اللي قاعد تتكلم عنه، هذه الذوقيات والتفصيلات الدقيقة اللي تتكلم عنها، هذه ترفع مستوى الوعي عند المسلم. يعني باختصار نحن نبغى مسلم درويش، قيمته أنه مسجد يصلي، إذا شاف له فقير أعطاه وانتهت القيم. بينما هو الشيخ يريد أن يطور مسألة القيم، ونحن تكلمنا عنها قبل سنتين وأيضا العام الماضي، جيل القدوة والقيادة. نحن نقول أول شيء نصنع القدوات ثم القيادات، لأنه في ناس كما قال المهندس مؤهلة للقيادة وناس غير مؤهلة. فهذا فقط أريد أن أبين من هذه القصة حركة القيمة والتأثير عليها والضغط عليها لما لها من أبعاد كثيرة. جانب آخر أثار يعني نوع من النقاشات والحوارات حول مسؤولية الدولة وعدم مسؤولية الدولة. المهندس أبدأ طبعا رؤيته، جزاه الله خير، ما يخفاكم كتب كتابات من آخرها وأهمها وأنفعها ما صدر عن مركز الدراسات والسياسات الذي هو في مركز الدكتور عزمي. فكان هناك دراسة عن دور الدولة في الواقع المعاصر، وأهم بحث كان بحث الأستاذ والدكتور معتز الخطيب، معد برنامج الشريعة والحياة، حقيقة كتب بحثا راقيا مميزا حول علاقة الدولة بالأخلاق والقيم والتأثير فيها اليوم، من أهم وأثرى البحوث. لكن أستطيع أن أجيب بسطر واحد، أقول المهندس كتب أو تحدث عن كتاب عابدة الطنطاوي هكذا ربانا جدي. أنا أريد أن أقول كتاب آخر صدر للأستاذة عابدة أيضا بعنوان جدي كما عرفته. الكتاب الثاني ينقض أشياء في الكتاب الأول، بمعنى قد ما الصورة جميلة عن الشيخ علي الطنطاوي وهي جميلة دائما، بقدر ما أثرت في الكتاب الآخر مجموعة من التصرفات النقدية التي كانت عند الشيخ علي الطنطاوي، مما لو قلتها الآن ربما كان غرابة. كيف الشيخ هكذا أوصافه؟ كيف مثلا كان الشيخ إذا عرف في التاكسي أنه بيشتري جبنة ولا راح يشتري سندوتش يخرج من السيارة ويخاصم وصوته مرتفع، وإذا جلس في البيت رغم عزلته وهدوئه وكذا لابد أن لا يسمع صوتاً، وكان الأطفال في حالة من الطوارئ إذا الشيخ استيقظ والشقة صغيرة، فالبيت كان في حالة من الارتباك بسبب عقلية ومزاجية. مراد كلامي أنه كما في صورة عن الدولة معينة، هناك أيضاً صورة أخرى ممكن تقابلها إذا دخلنا في الأعماق. فهي مسألة تحتاج في الحقيقة جزء من النظر تكامل في الواقع اليوم في مدى هذه المشكلات وتطوراتها. المهندس أعطى صورة بانورامية خلينا نقول عن حرية التعبير وكذا، وإن كان أكد على مسألة الممارسة، لكن مراد كلامي أنه أحيانا من دولة إلى دولة، من حالة إلى حالة، من مشكلة إلى مشكلة، نحتاج فيها إلى أبعاد نظر في قراءة الملف. جزاكم الله خير. بارك الله فيك يا شيخ، جزاكم الله خير.